أما بعد، وحافظ صلى الله عليه وسلم رضي النبي صلى الله عليه وسلم حدث في حالي وكقومنا طور قضب الشيء الذي فهي تصوى إيك الشيء لقول الساسين مبدأ العدل في مكة ظلم إلى الولد العالمي النبي صلى الله عليه وسلم وجع عليه سيء ويهنا حتى هذه اللي يقول لها وحقه جليل وحاكم الله صلى الله عليه نرشي النبي صلى الله عليه وسلم هي الشقوي في فوق السيد ورشاقي ما قيدوا على الرائع مرنا وتجاري كنسر وكنا كنسر النبي صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه حالتي الاجتماعية في قيتين وصوت شعيني من النبي صلى الله عليه وسلم وقول سري خديجة خديجة من قول سري أيام معنا الصومرني نشعر ملاحظة يرمحون جدا ما كان مرهن وأخبرها غلامها ميترة فعلي ميل كذيوي وأخلقوي ميترة ويكذبها وأطول كذيوي تسمعني ميترة أنتم في خليجة ويقول لك شمع تأتينا وحي عليه الحاج النبي صلى الله عليه وسلم قلو كيسي وحكى الله صبر لي هرنسي اسمها كعوضة إيو كالنت النبي صلى الله عليه وسلم كقاسي إيو سيدا وكان حكمي ودمي ضبطي كإلكاري كسار سنة حيث اللي سوق صريح وعقنا أنت في من صبر لي النبي صلى الله عليه وسلم سيرتي سي أخلاق نسي نرشي نرشي سي دو دو عام ونطور سنة الأخلاق سينا إنه معنا رحمة أنواع سي أرماء صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم ألقى حكم بالله مريا في بلال النبوة والرسالة عوان قد شيخ سنين في بلال النبوة نبي لماذا حكى هي والرسالة في الرسول لماذا حكى لي لا هذا معنا معنا waxa hadda aan galay oo aan galeyna rasuulnimada iyo nabinimada xarkeedi wixii ku saabsan markii rasuul laga dhigay ama nabi laga dhigay bilowgay bilaawday iyo socodkeedii ay socodsiiba qaanay lagu galeyna ilaahu asal kiisa min dhil wala yakunu hatta wayan laakiin waxa laga wadaa yaani waxa galay waqtigii nabinimada iyo risaalada Allah ka iyadu waa ina xareeyay soo qofka iniga joogta qarkii ribina waxaan ilaa waxa ku dhistaa waxaan la doonay fi bilal nubuwati wa risal fi ghar hira gudki lo risal hira maana waxa weeyaan gudki wuxuu ahaa sida maana meeshu ku sheegi doono gudki yaa buur ma ku sala buur saayada gudkaas lagu faago gudki sallallahu alayhi wasallam ku kaliyo jiro ku cilleysan jiray oo meesha ku cibaadaysan jiray inta rasuulka laga dhigay qaar xiraa baa la yiraahdaa buur maka ku taala ayuu ku yahay walamma taqaarabat markay dhawaatay markuu dhawaaday sunnuhu da'diisu markay ku dhawaatay sallallahu alayhi wasallam al arba'ina afartan jir markay ku dhawaatay da'da nabi sallallahu alayhi wasallam way cagaagay oo wakaanat ayahay ta'ammulatuhu فكر كيسة الماضية أوريتي فكر كيسة إيو في الفيردي سي أوريتي قد وصعت مثل الله رسي أهي الشقة مصاصدة العقلية العقلية وبينه وبين قومه انت اسمك تعذب حب بوحل الشغلية إليه النبي الخلاء الخلاء كلي نقصد إنه كلي نقصد عدلة للشغلية النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو كولا مركو أفرحين تشيل في عليك وفكر كيسي فرحة بضناء ايه اوه غيينة السجي يقوم كيسا مصافات عقلك الى فكر كهيدا اوه حيثي اي سيب الله عليك اوه كسي فقاري معك وكا صور مي وجودك ايه كونك ايه مخلوقاتك ايه كو فكر كيسي فكر وحو كبه كيسي رسلتك ايه مبادئة ايه قريش حيثي فكر كان فرحة بدن مركة وفن كلفه جيه عقلية قريشات هي عقلية النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى دي قد حيسيب وآب وكلفه جيه معنى هو يقلب وكسيسيه مركي دائري سوى 40 كنواتي
وهو كان ذي أحد تأملاته في فيرجس الماضية أهرس فيرجس هريينة قد وصع بنسبة لارساء نقطة الشقة مصافرة العقلية العقلية يعني مصافرة عقلية يعني مصافرة اللي وضع عقل أدحى كالجورة مصافرة عقلية بينه وبين قومه سي قوم كيس أدحى يعني مركي عقل كيسي تفكير كيسي فكر كيس كف ذلك كي قوم كيس أي حب ذئبه وحل شعره القلاء القلاء وحل شعره النبي صلى الله عليه وسلم إضلال على شعره استحل يسوع كريم فكان أول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مسقى سعيها الطويقة يعني بضد خارجه والماء يبيه سويقا ويعني حنضد يحبر جيرك مركة انطلت ثم أفضل الرئيقه بضد الله قدره مركة واحد يتنين شرين وماشن هذا الليلة المشالين المشالين ماشن رقم المعنى ويعني بضع هذا يسكفها انطلت قاتم بيها الوشبا بيها المركة الأولى أكثر البعض سويقا كثيرا فكان أول رأي يأخذ من قاتا أيها نبقى السويقا مشالين أيها قادسري إيه والماء بي أيها قادسري ويذهب ذلك إلى غار سراء قلت إراء يؤدي في جبل النور أو بورس النور كيان بورس النور بلدنا قلت كان غار سراء وليا على مبعدة على مبعدة على مبعدة نحو ميلين من مكة يعني لمن ميل فغان شهر ومكة أجراء لمن ميل أي مكة كفر جهة بورس ما وتعالج لقد كانت النبي وعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيه سأخذت قاته سهيه قدر وكرس أباهلان وكليه قطع أباهلان وقصطون وشاليه سأخذت قاته بذكا يتجر إليه بورس النور لذلك يعني ولما كيلو لون ميل مكاكة المصنع وهو غار حلوه غار هو قد لطيف ويرقى معناها قوبا قوله لركيسنا أربعة أذرعين أفر قلوه إركيس وصهان وأفر ظلم وعرضه بلر في سنة ذراع وهل ظلم يو ثلاثة أربع ذراع هي ظلم أفر من الضوق اللي يستدح لي ظلم أفر من رضمك الوقت اللي يستدح لي إسرائي من الغرب ثلاثة أربع ذراع وغان مركة ظلم كاملة هي ظلم وحير لمن أيضا ما بلر في سنة بلر في سنة أفر وها معنى أفر ظلم ومن ذراع الحديد برسة ظلم كذا معنى هو البر أي وحقوق ابن سنجرين ومعنى عبوك كانوا بلين ذلك وأنبره محلوه قياس شريف ذراع كيف سبا وحبينكو عبدالي شريفه قياس بوها شريفه قياس بوها ذراع تقريبا هذا الحكو عبدالي هذا الحكو عبدالي يعني كنتم سنتمتر إلى فضوات سنتمالات ذراع يومي سيدات المركي يلي شريف قد كاس مجيلي شريف سيدا الله تلمامي ومعه نبي الاسلام في سأهل مهم في سأياها قريبا حاليهم هو أدومين حديث ويكأجد هو أينه قد كأجد سيدة كان أينه كبابا أيضاً فغير فيقيمه نغان كرينيه في قد كأدحن شهر رمضان بشهر رمضان بكل نغان كرين وهلك شوك يطعن حالة وخوذنا يمن جاء عدي من جاء عدي أتماده من المطاكين ميلاها عدي بطاكين ميلاها شوك أيو ميغل يكون فقين شروع وخوذين شريع ويقضي وقدن شر وقت ووقت يتأثق وقدنه في العبادة هي وصف كيف عبادية هي فكر فيما حوله وحهر إيسا وقفتره ومن مشاهد الكون كون كمقالبك كون كمقالبك وبوره ملكي عرقي ورحلي ضيحي مشاهد الكون هو تلك كواس وقفتره يا أولان تودن عقل إيسيا مستحدي سكوه يجني سيدات سمكة قدنه معنى عبادة ذلك ذكر جود إيوه يعني وحويان فكر كتفكير فكر كجود أي معنى وحويان صعب هذا الانتر بولين فركو وكو كيف يجي إيوه والتفكير فكرت بكو مشكو كنان كري وقت جي تكون أما يسن كري فيما حوله وحي هريريه سأكفكره ومن مشاهد الكون كون كمقالدي سمقرع وفيما ورائي وفيما وراءها وحا قداشة لا كون كوشي كثير دمين ومن قدرة أود مبزعة يعني أهل الزي قوتي مخلوقا يكون كثيرا أصميسا أبور سيئة أمام الزينة أيضا نوقف كثير معنا معنا واحد ويان مركز بورسة فيرس بورسة مركز صادق في كيرس وفي كيرس وحي كوغارديني كيس أهل سيئي كير أهل سيئي مركز كوغوها نونيس فعيلا لأن الأثر يدل على صاحبه تاصل معنا
والمفعول يدل على فاعله شيء لسمي هذا كيف سمي أمكوها نوني معنى مركب قدرة مبدعة وحن أبا مضيئين لوجوه الرئيين أول ذلك أيه مركا كجد فكر كيس أوجد بياء قاتينة دا مخلوقات مشاهد الكون قاتينة وهو يتورى تاسي يلسنا والحال هو يتو غير مطمئن من أنفحة اللينة لما عليه قومه وحي قوم كيس كدر سبيه أو من عقائد الشرك شرك عقائد جدا المهلهلة معناها وحويان لا مهلهل كوحل الان يعني الثوب الرديء النفسي مرضى مركة إنساء لبصوه صهدين سيدا الله حميري وبلبلوا لقدم أيها لك ذا معنى وحلقه هو ذا يعني عقائد أن حجت أذكو صليتنين المحكمة هين أيضو ذا المعنى وحويا بلبلوا إسكع وكانت هكتاقر الحيثنين ذا لك ذا معنى مركة مرضى إنساء الله صورة طلبة لنا أين تسكبك دقنين معناها يعني ظنوه أين تسكبك دقنين وحودة الحيان وصيء أي وحفيهن أين إذا ذا الثوب المهلهل ذا لك ذا معنى مركع قائدة أي قوم كيسو كسو بنايان مؤوسا مرنا بكتب الجنين وكمحة اللين عقائد الشركة قادي بلبلوا بإهن قيمة العين هي والتصوراتها تصورات كودة الوهية إيه معناها شريحة صورك إيه معناها معتقدك ويسكنوا بيها روح وثو الصورة يسترها قلب كيسو الرميسين على جوان سلاسو أهل نبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعقائد قوم كيسو إيه ليلتان موسى كده جنين ولكن ليس ما هيد بين ذي هرتي سمؤه لطريق واضح وشدعة قومكي وحا يقص ابن عيال إيه السلكي هممكو ديرو هنا إسلامركا هدنا تشيب بديلة وعب أطوصا وصيد كتاب فرور سود بقية وكلاع منهج واضح أساسه وهيد بمجرد تاسي معنا ولكن ليس بين ذي ما هيد طريق وشد واضح وعب ولا منهج محدد منهج لحديدي طريق لحديدينا موسى نهيدنا ولا طريق قاصد شتى حتى حاضر توصلنا موسى نهيدنا شتى كاسو يضم إنه إليه وقحصله أو يرضاه أرالك الله وحي كذا الوحيد كتفكرات يتأملات ويالي شتى عطوا الله أبوده الله سبحانه وتعالى أو فعوده فرتي تمؤلم دينه أو ويده هذا النعيم قوانا نعم وحق وتوصوليه ومعنها هينا ما إذن شرم بولي معنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختياره دون شدي صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة قعنانها أوضتك كبق أيها دور شد أوضتك مرفا غيب وحكاها من تدبير الله إله إمام الكيس له نبي أمام الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن تذكى لك تحديثية حلنا ذا النوجة سيئي أماشا كبق لنقضيبا مام الإلهي أو أدوم كيسا أمام الله قيب كاحرك معك وليعده يسير الله يسير الله اختياري لما ينتظره وحا أسوه من الأمر العظيم أرد ويك معناه هو الله تببر ياه ليل مجلع فاركاتون يقول إنه روح مسؤولية أولي مجلع مسؤولية أولي مجلع إنت هذا أولي مجلع وإنا تببر كريسة صمت مركا تببر مجلع مركا عزلة لنقلين يؤددك لك تحتحين يؤكي وبالمال اتقاع اللي صنعي او كونكا او تأملات يقير في رضا كسا بينا وحا الله ديارينا يا حلك وين اصوص عضا عين الحنبارا الله ديارينا يا معنى رسول الله سبحانه وتعالى وصل قلب له وله عده لما ينتظره من الامر العظيم ولا بد القوة كتل ماما يا وحا لجا مارمان ابو ليه دورا عيد والباء او نلشو وتيجي كسا عطو يقابل كسا عطو يبرشدا إن يا تاريخ ذي إنه وحكب بدله وإنتو تشيري وطنكر وتشيري اللي الدولة يبعد وإنه لشي تقيد فضط العزلة مخاصة قولي إيو فكر إيو عزلة إيو وحد الشم إيو تخطيب إيو إنه خوقات الله لقاء بربان وإنك الدولة يبعد الله إلى عرسي شيدة يا عالم إلى عرسي شيدة إنتو موجد كهر سمال ذي إنتو نغضي إنو تشيري وطنكر وتشيري معك ولا بد وحا لقاء مرمانا بقول لأبي روح روح والبوحة لقاء مرمانا روحنا سيراد لها للدوني أن تؤثر إلى إسلامه في واقع الحياة البشرية منش البشرية واقع إذا إلى تأثير الصور روح والدون للدوني وحلق قمر مانا أو فتحولها أي وريتي سنرشي وجهة أخرى جهة كلاية سكر أي أتيريز روح والدون لقد للدوني وحلق قمر مانا لا بد وحلق قمر مانا لهذه الروح روح سدعت وكلت وحلق قمر مانا وإن مرنا كمان من خلوة
عذلوبيد أي عذلوبيد هي وعذلة يعني كتحبح أي كتحبح هذا معنى بس بعض الوقت وقت القاركي إنه يكرم نقصه ويقوله وبحضه ولقى مرمان روز لما عاصوا قلت للسة نحسين وهو شاصوا قلت إنه يبدو سلال ربعا هي وانقباعي بالله مرمان عبدو إسان أي روز لا تكبه عن شواغل الأرض ملك وحياليس والكشفولية هوانك إيه عروس إيه أولاها إيه وحيالها تشوغش لها هي وضجة الحياة هي بوقة نرش بوقة نرش وحوية وبلشلة يكون كثيرة عروسا يوحن حولها إيه كل ما ضجة الحياة نرش بوقة هي قيلة هي مشغول كذا إيه وقت جيسا قار كم دوائره كالحبا ومن الكوك اللي يسوء فكر ودائمه هذه الظهر إيه الوحبة لو المعنى طيب وانقطاع الانسان باللغة مرمان عن شواغل الارض ملكا مش وحيالها يستوى مشغوليين وكنحبا هي وضجة الحياة فوق النرش هي وهموم الناس ذاتك مروبيال كيزة الصغيرة ايان يكا التي مدى ستغش تشغل الحياة نرش مشغولين يعني ذاتك هموم في سيار يركا وحول وهموم تدريوي كاول ذاتك مروب تودا هي والبهار كودوحو كؤاديها سيدي وارأي ابنيه لأقول الله الله مركا واحد وهني هذا هو فهم سعير يكتب مركا بدفكوا أيكم مشغول سيهين أنه مش هذا مشغول سيهين وأيه كان أحبه وصعدها قارتو دي وقتي هذا قارتو وككك للنقطة معنا سألت لليه معنى واحد ولا هذا بدفك يعني اللي إله هذا مرشا يتوغان أما التاريخ ذي يدنك الأوتشي دي مرشا يدنك الأوتشي دي أي بدلان وحلق مرمان قبل كل شيء وموحى سيهين روح مفكر ومتأمل وممعن ومعناه وحويان فكر له وخلو له ووحدتين له ووحقرشين له ووحبارين يقول يا ولد يا برمان لكن وحويان تدويني زنين كيف تحكي وما لنسى حاجة وشي ثلاثة حاجة وشي ثلاثة ما لنسى حاجة يعانى حاجة ويعانى هم بدلينا ولدي يوسف بدلك الماشي وحر عملية أبو أرقنا وحوي ابن آدم فرع أسي تشيري أو نرشي في حضارة في تكنولوجية في أي غير تشيري انت تظهر في ماذا تشيري أو ملك تشيري وأصعب عملية واحد أصعب عملية توبرك أصابرت إله سبحانه وتعالى نبي جيسا صوت فينا يا محمد على الظلم بقوة المرك وهكذا سلاس دبر الله إله أمة مولين محمد صلى الله عليه وسلم سلاس أدبرين والحال هو الله يعده نبي أود ديارنا لحمل الأمانة الكبرى أما الذي وين كبضني حمباري ديال إسره أطيارنا وأطفى بريا معنا هي وتغيير وجه الأرض ملك وجهه سؤول لما تلو هي وتعبير خط التاريخ هي يعني اللي إن اللي خطك هي طريقة هي اللينك أي تاريخ بسعر لأن تاريخ ذات مثلا تاريخ لي وقت نبي رسول صلى الله عليه وسلم تاريخ الأمم معناها شركيات هي خرافات هي انحرافات في جرم الفساد تاريخ ذا إذا أمريكا دولت إلى ذكبة شو تاريخ الصلاة والطاعة والطمأنينة والعقيدة إلى تاريخ هي توحيد أمريكا دولت ذا تاريخ ذا اللي أنت إذا خطك أيها يتأكل لك ذا معناها وحويان أول أدب البحر مثلا وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ تاريخ ذا خطك لي الله كذا قول للنحي واللي اللي هي فنجة أسرع دبر له وجود دبري الله سبحانه وتعالى نبي هذه العزلة يعني قول النقشرة قبل التكليف إن تسنقو كلفين أو سنقو مشاقين في الرسالة في الرسالة بثلاث سنوات صدح سنو صدح سنو أي حياة العزلة وكشر يبني صدح سنو أي نرشي سنرر كوريا وعزلاء وكريكي نوراء وإله المخلوقات كتار كشر ذكرة الله سبحانه وتعالى قف كرا أي اسلاح معنا من مركبة النقضي أمة لوحده لأنها في عالم قوة الدنيا النوران كانوا النقضي هذا واحدة سبق الله عليه فقعد الله عز وجل ضدك انت إذا سنسكبه لكرة هذه قاعدة نتيه ما أنت اللي إلى هذا تبري سنتح بريها لك عمص شبك لك عمص يلا لحظة هل القوي ملك نبقى قوي عليهم من نوران وحن كل الله هاي أو كفر حسن هاي أو فوكل في الزكرة وحوي شاكذا في قصر كان في موصاد كان في نرشا كان في لكن هذه الوقوية وهنقول لها الاتجاكة قبطاية هذين كنا مكوئي لديها تصوير مالك واحد للدولية تول بها دي هنقول لها الوقوية ووحوى الظن حسنين
in wax uu soo bartay oo loo soo tababaray oo hawl uu la soo qabsaday inay ka noqoto wax cusubba kumaba hawa markaa hadii la caydiyay weligiiba cilla joog ba ciladiisu iska joogto u jira maxay ka qabanaysamaana maxay ka baray haddaad guysaan hadii kale marka saasaas loo soo leeyey ayb marka saddex sane ee camaliyadaasi hawlkaas socda yanbaliqu wuxuu ahaa nabigu sal alay slam mid taga fi hadihi lcuzlati yani kelinimadaas shahran bil oo min azamaani zamanka ka mid intuu reerkiisa ka tago bil kaamil ah iyuu godkaa iskaga jigay sahaydiisana wuu qaatay sidanamadoos sahaydiisa intuu qaatay wuxuu baahanyo meeshaa iska tago iyuu markii waxoogaa yaragaa jeedana waxoogaa iska qasad inta kalesana hawshiisaas iyo fikirkiisaas ku dhex jiray maca ruuxi lwujuudi yanbaliqu mid taga ayuu ahaa fi hadihi lcuzlati shahran bil oo min azamaani ka mid maca ruuxi lwujuudi makhluuqa ruuxdiisa la jirankeeda aaliiqati ee furan macnaha wuxuu ka wadaa ruuxda nebigu sal alay wasalam waxay ku foobtay wujuudkan oo uu makhluuqa ka wada uunka uunka ruuxdiisa oo aan xad lahayn soo xadidan ayay ku foobtay saas wujuudka uunkana waa la yidhahdaa oo makhluuqa ah wujuudka waxaa kaloo yidhahda wax walboo jira wax walboo jirana waa la yidhahda marka ruuxdiisu waxay ku foobtay wujuudka wax walboo jiroo dhan bay ku foobtay waxaa jirana ruuxdu markay dhex gasho yacni waxa weeye xad ay soo istaagtaa oo mabahaa makhluuqaadka saad u fiirfiirinayso ugu fikirayso ugu dhex jirto khaaliqaad u dhigto khaaliqa quwadiisa iyo awooddiisa iyo naxariistiisa iyo cabsigiisa saad iyadana ugu dhex jirto minihayana mabahaa marka daliiqa saas ka wada daliiqa waxaa la yidhahdaa shayga marka seetada inta laga furo ama xariga laga furo lasiid ayaa la yidhahdaa macna marka adduunka furan ee aan soo xadidnayn ayay ruuxdiisu ku foofaysaa macna maca ruuxi lwujuudi ayuu macnaha waxa weeye ku foofayaa oo uu tegaya adaliiqati ee sii daysan ee furan wayatadabbaru wuxuu ahaa mid fiirfiiriya maa waraa alwujuudi uunka wixii ka dambeeya oo min kayrin maqnaansho maknuunin oo la qayey uunkan aan aragne ee inoo muuqda maxaa ka dambeeya macnaha ilaah uu ka wada macnaha wuxuu ka wadaa wuxuu ku tadaburi jiray uunkan gacanta ka dambaysa ee ahaysiisay ee abuurtay oo allah subxaanahu watacaala xataa yaxiina ilaa uu kasoo dhowaaday mawcidu tacaamuli yacni la dhaqanka waktigiisii maca hada alkaybi kaybkaa isagaa lala tacaamulo oo lala dhaqmo cindamaa ya'danu allah markuu alla idno subxaana watacaala macnaheedu waxa weeye wuxuu sidaa ku dhex jiray oo uun fikirka iyo ta'ammulaadkaasi iyo adduunka waasaca iyo uunkaas uu dhex fikirayay muddo dheer ilaa ilaahi subxaana watacaala waktigu ugu talagalay ee isagiiyo kaybka oo allow ka wada isagiiyo alla inay tacaamulaan ilaa ay kasoo dhawaatay macnaha oo tacaamulkaasi wuxuu ka wadaa waxyigii ilaa uu yimid oo waxyigii alla subxaana watacaala uu soo gaadhay isaguna waxyigii hawlgelintiisa u bilaabay tacaamulka marka allah kasoo dhawaada macnaha xataa yaxiina ilaa uu kasoo dhawaado mawcid tacaamuli wada shaqaynta yacni mawcidkeed waktigeed maca hada alkaybi kaybkaasi qarsoon oo alla uu ka wado inuu la tacaamulo markay ilaahi kasoo dhawaato cindamaa ya'danu allahu markuu alla idno subxaana watacaala oo yani markuu waxyiga kusoo dejiya jibriilu yanzilu bilwaxyi intaasi waa iska muqadimo way muqadimadaasi macnaha waxay kutusaysaa in nabiga sal alay wasalam markaba waxyiga aan dusha laga saarine loo soo diyaariyey oo lasoo yani lasoo tababaray asagoo tababaran oo markaasi u diyaarsan in u adkaaday oo u bislaaday in marka mas-uuliyadda uu qaado ayaa marka waxyiga kasoo degay jibriil buu marka yii jibriil ayaa yanzilu bilwaxyi waxyigii lasoo degay waaba ka jibriil oo waxyigii xambaarsan oo nebiga sal alay wasalam kusoo duldegay markay dhamaystirantay lahu nebiga arbacuuna sanatan afartan sano markuu dhamaystiray wa huwa afartankaa sanana ra'su lkamaali dhamaystiranka ruuxu uu dhamaystirmaayey madaxeeda ruuxu markuusu dhamaystirmaa oo caqligiisa iyo jirkiisa iyo dhamaystiran gaara markuu afartan gaara saasu leeyay macana intuu afartan ka yaryahay waxoogaa caqligiisuna ma bisla jirkiisuna ma adkaasi nabi macnaa waxa wey ma noqona waxaa la yidhahdaa waa sinniga wixii ka dambeeyana ruuxu uu hoos dhac bilaabo inta ka horeysana macnaha waxa weye uu kor u socdo oo jirkiisu xismayo saasu yidhahda marka afartan sano markuu gaaray oo ah
ابن آدمك كمال كيسا مرحوة أفرتن كان سنة مرحوة جاي وقيل وحا ليري لها أفرتن كان سنة أيانا صبعة الرسل ورسوشة ورسوشة على بيان وحاول الله شهيبا رسوشة مركة للصور دي أفرتا مركة جانا للزوج دي كيري وقيل 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 مركي أفرتن كان بري أيوها من السلمين ذا بدأت وحا بالله بطي آثار النبوة نبي النمدى رادت كيري أيان لون تتلوحوا إلي صوموا قطعية بلوري وتتلمعوا أي صائفين له النبي قال صائفين فيصوموا قطع من وراء آفاق الحياة نرشا جهولين كيدا كداشا إلي تصوموا قطعية بلوري بلوري فعنا وحوا إليه مركي أفرتن تروضا من السلامتين أي أوحا صوموا قطع صائفين في وجهنا أفق وحا للانا فأنت أموذي تقولك إيه الصوت إلي تقى برايا سامت عدو في رسو للبع الله على رسو في يعيشوا أي قبتان ماشا أفق بالينا أفق مركة جنوين كالدعيها كاشر وطبالنا مركة أفق كداش يددن بكداش يددن بي أي أوحا سر نوشا جهدي لك كداش يددن بوحا كسو موقتي رادت خصوصي النبي النبي سهي النبي لغبك يبعي رسو كورا بدأت وحا صومه في آثار النبوة اللي من مدى الثالث كبيرة صومه في يوم يعني كتبسي تتلوح وحا بالعواتين بدأت وحا بالعواتين آثار النبوة اللي من مدى الثالث كبيرة تتلوح إلي صومه قطع أيه بلوني أو تتلمع أي صائف سينتم له النبي لإنه صائف سينتم من وراء آفاق الحياة نلش الجهوين كذا قداشون إلي تصومه قطع وتطولا يعني خيضوا طولا وتلك مذاجنا الآثار إغارتي هي الرؤية ريال ومعنى مركب الرياء قد لابتين ريالة مركب لابتين دليل وحيون نقطة هي أحسان إن أي قصر صحيح النبي نيو أي قصر آدم تاسو معنى إنتو دون يدع أنه هو جلوه معنى نرشي أولورا يدي أقوي يلي جيها أقوي يلي كلا شرد من ملتو ربع وحسسو إبسيني النبي لغا 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 ومثل هاي ذات كان صائف في المثلية وارغاني وتلك الآثار هي الرؤية فكان وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى مدى أركبها رؤيا ريامه في الأركب إلا هذين وأركب ريا كريون جاءت وإيمان في سنسل الطلق الشرطي واجب السين في سوق الأيضاء معناها ما تقول رسالة الله قبل الله ويوم هي هذو كريونه إذا وابري أن سعب اللوغو فريدين أو استمتي سوء أمه إذا أصبح فريد في يدي يعني لو أرسل معنا في يدي سأمركب الأرسل إذا وابري أو فريدو حتى مضت إلا أي تستيع على ذلك أرن كان جشيدا ستة أسل لحد لوغو لحد لوغو سيدا بجريو رياضة معناها اللوغو جمالي ورياضة لو شيء وشي الله شيء معنا وحوي مركبة لأرسل إذا وابري أو فريدو ومدة النبوة لحد لوغو مركبة ومدة النبوة النبي لماذا مدددنا ثلاث وعشرون سنة انت النبي الذي اهانا والصدح هي اللي واسنت رب تعالى افرطا شب هي اللي واحد صدح هي اللحنة اللي على الراجل وهو بيرين صلى الله عليه وسلم وحن غريت امرك انه اللي واسنت يصدح صلى الله طيب وشوك وتعالى فهذه الرؤيا هي ذات مركز جزء وجبل أما قيد هو من 46 جزءا ومن النبوة كمل نبوة مركز الله كان قالوا نبوة الصوماء هين لما سن يصدق تريح لك هي أفرس القيمة مركز كبير ما يقبل نبوة نغريبا نجيبا فعنا أولاك أقول لك لك هي صدق يا الله سن مركز لك هي أفرس الجبل كبير وحين قلت أفرت لي لك طبعا أفرت لي لك جمال صلت وضع معنا وقيدين جزء أنك أعطي قاعدة صدح أفرت لي صدح أفرت لي لك جزء بطبع أفرت لي لك جزء جزء والبلا واللك دلو جزء والبلا وصلت نسي واحد معناها أصدر لما أتن إيه صدح صدح مركا لك دلو تبكت وحين قلت أفرت لي لك من لك دلو اللي قلت فأنت مركا واحدة لحدي جنود الرياضة اللي هو إيماني وحي الجبل كتها هاي أفرطا إيه لحدي الجبل
nebinimada nebigu sal alay wasalam ay ahayd jus ka mid oyba saasukulmaan gabal ka mid oy wuxuu fasirayaa macnaa xadiidka nebiga sal alay wasalam kasoo arooray ee odhanaya riyadu inay lix iyo afartanka gabal ee ay u qaybsanto nebinimadu gabal ka mid ahayd saasuu fasiraya oo macnaha wuxuu ku fasiraya macnaheedu waxa weeye muddadii uu nebigu nebi ahaa sal alay wasalam marka loo qeybiyo lix iyo afartan qaybood waxay noqonaysaa lix bilood mid walba lix biloodna riyada ayaa ku socotay marka ka dambeysana waxay kala midlo sidaas marku imaanaysaa laakiin tafsiirkaasi waa tafsiir ay muxadisiinta qaarkood diidayaan maana si kale mar fahadii ru'ya juzun gabal weye oo min sitatin wa arbaciina juz-an lix iyo afartan qaybood oo min anubuwati nebinimada ka mid a ayay gabal ka tahay lix iyo afartan qaybood oo nebinimada loo qeybiyey oo lix lix bilood noqonaysa gabal ka mida weye lixdaa bilood falamaa kaana markuu ahday ramadaanu ramadaan markay timid min asanati athaalithati sanadkii saddexaad min cuzlati gooni noqoshadiisii laga soo bilaabo sal alay wasalam ixraa uu ku gooni noqday gooni noqoshada iyo cidlada uur uu godka xiraa uu ku keli noqonayay marka laga soo bilaabo saddex sano marka u dhamaystiran ayaa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yufiida inuu shubo min raxmatii naxariistiisa xaggeeda inuu ka shubo calaa ahli lardi inuu ku shubo naxariista alla subxaanah watacaala inuu qaar ka mida shubo oo dadka dhulka degan inuu ku shubo markuu ilaahi subxaana watacaala uu doonay fa akramahu naxariistaasi waa nebigu ka wada iyo risaalada fa akramahu ilaahay nebiga wuxuu ku kiraamiyey karaamiyey binnubuwati nebinimu markaa ku kiraamiyey wa anzala ilayhi wuxuuna usoo diray usoo dejiyey jibriile ayuu usoo dejiyey biaayaatin maca aayaatin aayado isagoo wado min alqur'aani kamid marka saddex sano cuslo ku jiray saddexdaa sane cuslada ku jiray lix bilood oo ka midana yacni waxa weeye riyo ugu adkahayeyo riyada tafsiirkeeda iyo taawiilkeedana sida ugu riyoodayay usoo baxsima wa bacda annadari waatta'amuli fiiro iyo fikir dheer kadib filqaraa'ini qaraa'inta aan fiirfiirno iyo wadalaa'ili adilada aan fiirino ayaa yumkinu lanaa waxaa noo suurtagalagu ihi an nuxadida inaan xadino dalika liyumi maalinta iyada maalintaas waxyigu uu nabiga ku bilowday sal alay wasalam markaa waxyaalo fara badan oo la xidhiirsada yani ashyaada la xidhiirsada iyo adilo fara badan iyo xujid fara badan markaan isgarab dhigno oo fiirfiirino waxaa noo suurtagalagu ihi maalinkaa isagaa inaan xadidino taariikhda markaan dib u raacno oo waxyaalo fara badan isgarab dhigno oon fiirfiirino yacni maalintaa waan soo saari karnaa buu wa bacda annadari wataamuli fiiro iyo fikir badan kadib fil qaraa'ini la firi qaraa'intii adilada waa fiiri iyo wadalaa'ili ayaa yumkinu lanaa waxaa noo suurtagala buri an nuxadida dalika iyo maalinkaa isaga inaan xadidno biannahu isagu kaana inuu ahay inaan ku xadidno wuxuu ahaa yowma alitnayn maalin isniin oo liixdaa wa cishriina madad oo koob iyo labaatan beri ay ka tagtay min shahri ramadaana leyda weliba halageeyey habeenima macnaa waxa weeye habeen bay ahayd bisha ramadaanna kow iyo labaatan bay ahayd maalintuna meelan isinin ah waas waxay ku bilaaban nabiga sal alay wasalam wa yuwaafiqu in ay maalin isniina ahayd maalintii nebiga waxyuu ku bilowday salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiidkiisa muslim iyo keyrkii awariyan baa ku soo aroray in bisha ramadaan waxyigu ku bilowdayna ayadana qur-aankaaba ku tusay ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka waa kii ilahi subxana wa tacala shahru ramadaan aladii unzila fihi lqur'aan bil ramadaan in lasoo dejiyeyna qur-aankaa ku tusay laakiin taariikhdaasi inay kow iyo labaatan ahayd waa laisku khilaafsay kow iyo labaatan in ahayd oo qolyaha waxyaalo kale sheegsheegahayo muarikiinta ka mid a laakiin sheekhu wuxuu rajaxay isagu markuu macnaa waxa weeye waxyaalo badan baa fiiriyey buu leeyahay fiiro badan kadib waxaan rajaxay buu idanka badnaatay inay kow iyo labaatan ahayd bisha ramadaan wa yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa taariikhdaasi waxay waafaqaysaa miilaadiga marka la fiiriyo yacni alcaashir min shahri agustus sanata 610 miilaadi macnaha waxay waafaqsan tahay 10 bisha agost 610 markay tahay taariikhda miilaadiga waqtigaasay waafaqsan tahay nebiga sal alay wasalam waxyigu markuu ku bilowday wa kaana wuxuu ahaa cumruhu nebiga cumrigiisuna sal alay wasalam idaaka markaa bidabti bitaxdiid marka la xadido go'naan waxay ahayd 40 afartan sano qamariyatan oo dayaxa loo nasiyey wa 6 iyo 6 bilood iyo wa 12 yowman iyo 2 bilood macnaa waxa weeyaan
afartan sano iyo bar iyo laba iyo toban bilii saas ayay ahayd nabiga sal alay wasalam da-diisa marka wadalika kaafira naxwa 39 sana waxay u dhigantaa 29 sanatan shamsiya oo macnaha waxa weeyaan qorax loogu siiyey و 39 فقال إيه صدن صنو أو شمسي أفرح لونسي أي أبنغن تاي مجدد و 13 يصدح منه إيه وثنى عشر يوم مدي الله يصدح معنى هذا وحوي تاريخ غازين نوحي تهيد قمرئة من نوع شمسي قمرئة وحل إذا ما بيضا يعني بيح المتكام شمسيقنا وحل إذا ما قرح ذا لقيت الفرعاء مركز تاريخ ذا هذا التوطيه الساميس كيس الشمسي مروان با وثل كبدي يحيي جدا قمريقا وما الله ديرانيا بيش القمريقا إيه بيش معنا وحويا شمسيقا كميد ما تقول إيه بيش الشمسيقا وحليا ما إيه صد الله قصة إيه صد الله قصة لكن بيش القمريقا تقالي لو أصد الله قصة أما صد الله قصة مركا ويكبر مانيسا مروان با معمال ديرانيسا وحليا فقل كيس سنو هو قمري أبا وحاسفت ودك بحق صدح صنوه والشمس يتطلح وعجب تصير كوحة لكي آية القرآن في سورة الكهف ولبثوا في كهف 300 غير وازدادوا 9 وازدادوا 9 صدح صنوه والصنوه تجال بلينا ويضرب الصنوه تجال بلي واحد ويان وعمرك الله في اليوم ليس الشمس جاه صدح صنوه وزدنا واحد ويان مرك الله في اليوم مركز سنب بقى استميت وما جيب يعني سنب وحي الضمان بقى استميت مركز صدن بقى استميت صدن والباء صدن سنب والباء سنب بقى تفتح بحي صدن من كلام معنا سنب صدن كلام صدن صباح طيب ولما استمع عن بقى يسنبون إلى عائشة الصديقة عائشة ذي رمت الضميق رضي الله تعالى عنها تروي لنا هنو ريسيب الآن كذب يسن قصة هذه الوقعة تعرضها إيضا قصتها يا رب الله يلا وشك التي قصت تعرضها فوق كانت أهل شعلة يعني قلم ومن نور اللاهوتي شعلة واحد لله لا قلم كذبك على ومن نور اللاهوتي ألا النور في تكملة معناها وحي قال نبي قال له سيد الشيء باوته أهاب إليه النور كألا إفتين كيزة يعني قلم كيمي إفتين كيمي أو الحريص أو أضمه إلى السودية سبحانه وتعالى تصور أخذت مدة فوق قادتي أبا باللوضي يعني الشعلة إفتين كإستقع أي أوصل في اللابين أخذت واحد باللوضي تفتح إلى الفرطف تيجيل ظلمات الكفر والضلال كفر قال هي الضاردة مجديال في سآل ودرم إن أي قصائي باللوضي بلي معناها وحي يجيبه وتكرر يا إستين حاجة على كيه وشينا في الرسول إستين كان في وثو قريب أو إيسي مبديال في كفر إيا باردة كي يميز إيه وخلق وثو نورا سيجيرت وجمع الزيجور وان زيجور كان روحي ذا الظلام مبديا لك مركز زيجير الظلمات الكبير الظلمات يا زيجير وان كم معناه سيجيرت مبديا آدو سي ترمب لك هذا معنى طيب مركا واحد بدش الشعلة إلهي حقي سكتني ذا نور في سكتني مبدي كفر يا باردة أي معناها إثنين حتى غيرت إلا أي بدشي مجرى الحياة نرش الصعب كذي قاف وتعود إلا أي بدشي هو عدلت أي لا إنسان خط التاريخ تاريخ الله يجي يسوع في يشيك يسوع فينا أي لا إنسان معناه ذات كذي بدشي مقاول ذات كذي بدشي وحي يا إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مخلوق كذي معتقدات كذي يعني سلوكيات كثيرة نمشي في أوطان بيدش تاريخ لي المركب بيدشه ومر عصب يعقيدة عصب هي مبدع عصب أريد لي أوطان بمعنى بيدشه قال عائشة رضي الله عنها عائشة واحد كري أول ما بدأ في أبوه الرئي اللقب بالله به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي حال وكمل يعني الرؤية صالحة هي ذا قمطع في النوم تلتظر لحيه أبوه اليوم ذي معنى هو ناجدا أرضونا يا أبوه الرسول وحي النبي صلى الله عليه وسلم
fakaana laa yaraa waxyiga qaybihiisa kale ibni aadamka caadiga ah waxyaala uu yaqaano ma uu ka dib. Laakiin riyadu waa iska caadi ah, riyada nebi iyo keyrkiiba waa ku riyooda. Riyada marka waxaa loogu bilaabayaa waxaa la doonayaa in uusan dibin oo uusan cararin, balse tiis yar in yar waxankaas waa wax culus oo halmar haddii dib lagu siiyo inuu la tufaaba laga yaabaya in yar in yarba macnaha waxa weyaan loola soo qaadaya maana yar in yarba loo soo baray. Riyadaasaa marka saalixada oo hurjada uu ku riyoon jiray baa nabiga sal alay slam lagu bilaabay waxyi. Fakaana wuxuu nebigu laa yaraa midaan arkin, midaan ku riyoonin buu ahaa ru'ya, riyo muusan ku riyoon jirin ila haduu ku riyooda jaa biiman jirta midla falaqi subxi, waa barka istiinkiisoo kala iyadoo aba iman jirta maana. Yacni wuxuu caawa ku riyoodo waa un la arka iyadoo waa baryay oo kaleeta un qasoonayn ayay soo uma. Markaa kadib xubiba waxaa la jeclaystay ilihi nebiga alkhalaa, cidlani baa la jeclaystay inuu cidlo noqdaa markaa uu jeclaadayo dadka ku dhex jirkooda iyo xoogaa wuu necbaystay. Wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal alay wasalam yakhlu mid cidlooba ayuu ahaa fii gaari xira, godka xiro la yidhaahda ayuu ku gooniyeysan jiray oo halkaasuu keligii ku aan jiray. Fayataxanafu wuu cibaadaysan jiray fiihi, godkaa dhexdiisuu ku cibaadaysan jiray. Wa huwa taxanukuna atacabud cibaadaysii weyaane alayaaliya habeenna ayuu cibaadaysan jiray, dawaati alcadadi oo tiro u saaxiiba habeenna tirsan ayuu meesha ku cibaadaysan jiray. Qabla an yanzica intuusan siimin oo uusan aadin ilaa ahlihi reerkiisi intuusan aadin, intuusan reerkii dib ugu laabanin iyuu habeenna meesha ku nagaan jiray oo fadhin jiray. Wayatazawadu uu sahay qaadan jiray lidaalika, kuwaasoo kaleu haddana uu sahay qaadan jiray markuu meeshaa ku dhamaysto oo sahaydii uu soo qaatay go-do dil iyo intuu kusoo talagalay inuu meeshaa joogo ayuu haddana reerkii dib ugu noqon oo sahay kale soo qaaday, sahaydiiu haddana la imaano reerkii dib ugu soo laaban maa. Wayatazawadu lidaalika wahuwa tacabudka labada xariiqood u dhexeeyaay wuxuu fasirayaa yataxanas buu fasirayaa xadiidkana kamid leehe waa mudraj, zuhri baa tafsiir ahaan u siyaadiyey oo ruwaada xadiis kamid macnaha. Fayataxanasu fiihi allayaaliya dawaati alcadwi, allayaalidaasi yani taxanuskii utacaluqay. Wayatazawadu lidalika, intaasoo kale haddana usoo sahay qaadan jiray. Suma yarjicu nabigu waa soo laaban jiray ilaa khadiijata ayuu kusoo laaban jiray. Fayatazawadu limitlihaa, iyadoo intoo kaleu haddana sahay qaadan jiray maana intuusan macnaha tahora waxay ku xidhan tahay qabla an yanzica ilaa ahli intuusan reerkiisa aadin oo yatazawada uusan usahay qaadanin lidalika, intuusan sahay raadsanin oo reerkiisa uusan ku laabanin buu meeshaas muddo ku dhagaan jiray ku cibaadaysan jiray. Suma markaa kadib markay saadi ka dhamaatana yarjicu waa laaban jiray ilaa khadiijatu laaban jiray. Fayatazawadu limitlihaa, iyadoo kale intaa oo kale haddana muddo intaasoo kale leeg buu haddana sahaydeedi soo qaadan jiray. Xataa jaa alxaqu ilaa uu xaqii u yimid, waxyigii ilaa uu u yimid nebiga sal alay wasalam. Walxaal huwa isagu fii gaari xira, godka xiro la yidhahda isagoo nebigu ku jiro waa godkiisii ayuu waxyigii halkaa u yimid. Fajaa'ahu almalaku, malaku jibriil baa u yimid, faqaala wuxuu yihi iqra akhrij, marka hore riyariya ahayd hadda dhab bay noqotay ik akhri baa layidhi. Faqultu waxaan ihi maa ana biqaarin, haba ma akhriyo, macnaha waxa weye waxaan akhriyana ma garanayo, dadku akhriyana mey maxaan akhriya ilaa la qura ka dhiga. Qaala wuxuu ihi faakhadanii waa iqabtay, faqabtanii waa iceejiyey, xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii aniga aljahda, sabar meeshu ugu dambeysay ilaa uga gaadhay yacni ama aljahda dhig ilaa uu igaagsiiyey, macnaha waxa weye xamal buu iqabtay, qabtanisan xamal buu iqabtay uu iceejiyey ilaa aan macnaha sabartayda meeshii ugu dambeysay aan ka gaadhay macna ama dhibkii ugu dambeeyey ilaa uu igaarsiiyey. Suma haddana arsalanii waa isii daayay, faqaala wuxuu iqra akhri, faqultu waxaan ihi maa ana biqaarin, waxba ma akhriyo isaga taacadbaga tahay muxuu akhriyo waxba ma garanay. Faakhadanii haddana waa iqabtay, faqabtanii athaalithata, markii saddexaad buu haddana iceejiyey. Suma arsalanii waa isii daayay, faqaala wuxuu ihi iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. intaasatuli yani waa aayaad ugu horreeya marka waxyay soo degoy oo nabiga sal alay wasalam loo waxyay. Intaa markii loo dhiibay waxoogaagaa la yarada rafaadiy ayaa marka kadib laga lama waxay leeyihin culimadu waxay ku tusaysaa
in ninka ardayga ah macalinku uu layli karo uu waxoogaa yaraa boqojin karo maa si wax u barto usii wax u barto maa waxaa kale kutusaysaa cilmiga inaad ciyaar lagu baran ciyaar inaad lagu baranayo yacni waxa weyaan bal waqti aad saxaabay uu iska soo maray wax laguma barto saas rafaaiyujuudigiubaay marka intaa markii loo dhigay aayaadkaasaa laga laabay farajaca biha nebigu waa la laabtay aayaadka iyaga farajaca wuu la laabtay biha aayaadkaas rasuulu llahi sal alay slam ayaa la laabtay yarjifu isagoo uu gilgilanayo fu-aaduhu qalbigiisa yacni wadnaha ayaa fugta ku hayo cabsi iyo argagaxa ku dhacay isagoo marka umiisu fugfug leeyahay la laabtay isagoo kamana fakanina aayaadku waa qabtay waa xifdiy markii fadakala wuu galay nabigu sal alay slam calaa khadiijata binti quwaylid marwadiisii buu ugalay khadiija ay faqaala wuxuu ihi zamiluunii zamiluunii waridada waridada bu war ila soo gaadha war mare isaara bui maa waa argagaxsan maxaa yeele wuxuusan arki jirin buu arkay haddii adigoo meel iska joogo oo yaani waxa uu iska shaqaysanayo duurkaaga iska joogo balaaya kugu hadlo soo idada udhihi mays waa soo cararhi ficlan meel cidi ka dhowdahan baad u cararhiyo hadhow haddii aad macnaha waxa weye cidi heshana bal idada ubaadi inta macnaha argagaxa iyo cabsid iga baxa saas zamiluunii zamiluunii idada buuri idada fazamaduuhu way dadeen xataa dahaba ilaa uu ka tegay canhu nabiga xaggiisa arragu argagixi argagixiiyo cabsidii ilaa ay ka baxday yaa mara busha laga saaray faqaala wuxuu yihi nabigu sal alay slam likhadiijata khadiijo wuxuu ku yidhi radia allahu canha maalii maxaa isugnaaday wa akhbaraha wuxuuna u warramay alkhabara warkiina waa u sheegay yani waa isla yaabay maxaa igu dhacay warkiina waa u sheegay sida wax u dhacay laqad khashiitu waan cabsaday buu yihi calaa naftii naftaydaan u cabsaday waa isu cabsaday macnaha waxa weeye in aan argagax la dhigo ama waxaa sido inuu iga takhalusaa baan gacan qadin sidaasii waa tabdiixa ugu fiican qol yaa waxyaalo kale siisaya inaan argagax la dhintaan isugu cabsaday oo lafahaygii baaban u cabsaday faqaalat khadiijatu waxay tihi kallaa caqligeeda ufirto caqligeeda rajaxnaantiisa ufirto faqaala wuxuu faqaalat khadiijatu waxay tihi kallaa maya macnaa ha cabsan wey ha cabsanin ha isu cabsanin maxaa yeelay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yukfiika allahu alla kuu hoojin maayo abadan weliga weliga ilaahay subxaana wa tacala ku hoojin maayo oo maxaad ku ogaatay khadiijay maxaa yeelay innaka adigu la tasilu raxima qaraabadaad xidhiidhisaa wa taxmilu waxaad xambaartaa alkalla midka aan arrintiisa la madax bannaanaan karin ee dhibaataysanna sunkaad u ridataa wa taksibu waxaad shaqaysaa almacduuma ka lala' yahayna shayga lala' yahoo dadku la' yihiinna waad u shaqaysaayo waad sisaa wa tamri dayfa wa tuqri dayfa martidana waad marti soortaa ood marti gelisaa wa tuciinu waad kaalmaysaa calaa nawaa'ili lxaqi xawaadista xaqa ah ee garta ana waad garabaysaasa intaasta oo khayr oo samaysaba waxay kutusaysaa inuusan ilaahay ku hoojin doonin oodan natiijo xun iyo guul xun aadan la kulmi doonin inay mustaqbalkaagu wanaagsan yahay bay kutusaysa maa macnaa waxay ku miisaantay addoonkan acmaashiisa saalixe uu samaynayo yaa waxay ka qaadatay tafsiir ah addoonkan inuu addoon ilaahay yahay meel wanaagsana inuu allah u wado subxaana wa tacaala maxaa yeelay ninka intaasoo khayraad iyo intaasoo acmaal saalixa iyo intaasoo wanaag kulinsaday in uu ilaahay subxaana wa tacaala xumaan uu u wadaayo waxoogaa waxaa diideysa siiradiisaas iyo noloshiisaasa diideysa noloshiisa iyo siiradiisaasa marka qaadatay inuu addoon ilaahay subxana wa tacala meel wanaagsan loo wada maa ficlan sidaas weyaano fahamkeeda wuxuu kutusayaa sida uu macnaha waxa weyaan wuxuu badan yahay waxaa kale kutusaysaa dawrka iyo kaalinta ay haweenaydu ka qaadan karto dacwada waana meelaha yacni saas soo sheegay mida lagaga rajaxo caaisha radi allahu canha caaisho dacwo fiday oo dawlad heshay oo bulsho heshay oo mujtamac heshay oo iyo dhex booday laakiin waxa weye khadiija radi allahu canha dacwadii ugu horreysay waxay ugu horreeya bilowday oo nebigii loo waxyeeyo naba argagaxsan yahay hayay macnaha dejinaysa maya arrinku saas ma aha khayr baa lagula rabaa ha isu cabsanin isdeji yani waxa weye kelimaadkaasoo kale waqic weyn bay leeyihin waqic weyn bay leeyihin ayib fandalaqad way tagtay bihi nebiga khadiijatu khadiija ayaa la tagtay xataa atat bihi ilaa ay u geysay waraqata bna nawfal bna asad bna cabdilcuzza ibna cami rasuul ibna cami khadiijata ah nin oday oo ninkaasay u geysay magacaaloo waraqa la yidhahda
oo khadiija ay imaanayeen macnaha isaga waxaa la yidhahdaa waraqat ibn nawfal ibn ahl iyadana waxaa la jiray khadiijata binti khuwayri binti ibn asad ibn cabdicuza asad kaas markay sugay ilmaadeer bay ahay inaadeerkeed oo ninkaa odayga abay marka u geystay nabiga sal lay wasalam wa kaana wuxuu ahaa waraqana imra'a ruux ayuu ahaa tanasara oo la filaaliyoobay fi ljaahiliyati jaahiliyati intaan islaamku imaanin soo hor buu diinta nasraaniyada qaatay wa kaana wuxuu ahaa yaktub mid qura alkitaaba alcibraani farta cibraanigaana wuu qori jiray farta cibraaniga cibraanigu waa farta yahuudda fartaana wuu qori jiray oo wuu yaqaanay fa yaktub wuu qori jiray min alinjiili kitaabka injiila xaggiisuu ka qori jiray bil cibraaniyati farta cibraanigaabuuna ku qori jiray maa shaa allah wuxuu ilahay doona an yaktuba inuu qoro yacni hadduu doona inuu kitaabka intuu wax ka soo guuriyo injiil ah uu qoro oo uu wax kale meel kale ku guuriyo wuu heli karay oo wuu yaqaanay farta cibraaniga injiilna markaa cibraaniga ku qoray injiilna cibraaniga ku qoray maa wa kaana wuxuu ahaa shaykhan oday buu ahaa kabiiran oo weyn qad camiya oo indhabeelay faqaalat lahu khadiijatu khadiija waxay ku tiri nin oday oo macnaha yacni khibro leh waa macnaha faqaalat khadiijatu waxay ku tiri yabna cami inaadeerkayu ismac maqal bay tiri min ibni akhiika wiilkaad adeerka u tahay bal ka dhageyso wuxuu sheegaya maqal ibni akhiika nabiga ku wadaa salawatullahi wasalaamu calayh oo waxaa la yidhahdaa ama waa in adeergu u yahay oo nasabka marka dib loo raaco qusay ibni kilaab bay isugu yimaadaan qusayi yacni maxa weyaan waraqa iyo nebiga aabihii oo cabdalla ah nasabkooda marka la tiriyo qusayi waa u sinay adeer buu u noqonayaa marka nebiga sal lay wasalam waraq taas waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahda ma ahe uun weynayn wiilkan aad adeerka u tahay weynayn oo sida macnaha la yidhahdaba nin aanan adeer kuu ahayn oon wax sukiin galana aad tirin adeer inaad ka tiraa oo macnaha ku ixtiraamayso saa'il u tirina waa suurtagal maa waxay tirima wiilkan aad adeerka u tahay dhageysa wuxuu sheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi nabiga sal lay wasalam yabna akhii wiilkii walaalkay dhalayow maada taraa maxaad aragtay bal ii sheegayo taad aragtay fa akhbarahu wuu warramay rasuullahi sal lay sl nabigu wuxuu u warramay khabara maa ra'aa wuxuu soo arkay warkiisii u sheegay sanaan arkayo waxaasaa igu soo degay oo waxaasaa igu fadhiisto habagaalay qabtayo warkii dheeraaya lasoo sheegay ayaa macnaa wax weyne u tiri faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu yidhi haada annaamuusu kaasi waa tirwadihii wey alladii midkaas oo nazalahu llahu ilahay uu kusoo dejiyay calaa muusa uu kusoo dejiyay naamuusku waa saaxibu sirriga la yidhahda ninka macnaha xoghayaha ee sir tahay yaa naamuus la yidhahda sirtaasi ama khayr ha noqoto ama shar ha noqoto saasay jamhuurta u badina qoli waxay leeyihiin naamuuska waxaa la yidhahda ninka sirta oo khayrka ahaya midka sirta sharka araadiyana ama hayana waxaa la yidhahdaa jaasuus baa la yidhahda sidaan waxaan culimada qaar baa ugala tafsiirsanay laakiin midda hore jamhuurku maraya maa waa tirwadihii muuse kusoo degay oo waxyiga alla subxaana watacaala ninku keeni jiray ee u keeni jiray ambiyada muusena u keenay weeyaan buu ninka yaa laytanii fiiha jadacaa yaa laytanii shallaysadeedee kuntu maan ahaado fiiha dhexdeeda yacni risaaladaada dhexdeeda maan ahaado jadacan wiil yar maan ahaado dhalinyaro maan noqon laytanii shallaysadeedee akuunu maan ahaado xayan mid noon id yukrijuka markay ku cadhin doonaan qawmka tolkaa markay ku cadhinayaan maan noolaado sidaas buu yimaa markiiba wuxuu fahmay waraqa ila waa nin oday oo diyaanaadkii hore iyo injiilna wax ka yaqaanay waxyiga iyo la yaqaanay oo macnaha waxa weeye odaynimana u dheerta iyo khibrad markiiba wuxuu gartay in macnaha waxa u yimid tilmaantii buu ka gartay inuu yahay jibriil rasuul inuu yahay buu gartay marka markaasaa wuxuu tamaniyey in uu markaas nebiga rasuulka laga dhigi doono oo waxyigu kusoo degi doono oo uu yacni dadka diinta u sheegi doono markaa inuu nin dhalinyaro ahaaduu jeclaaday maa si uu ummadiisa uga mid noqdo laytani maan markaa noolaada buu leeyahay markay qowmkaagu ku caydin doonaan ay ku bixin doonaan oo maka laga caydin doono faqaala rasuullahi sal lay sl nabigu marka wuxuu yihi awa mukhrijiyahum oo miyay i caydin doonaan waa su-aalla yaa ku jiro waa maxamed ibn al-amiin waa ninkii ree bani haashim waa ninkii xakamka garsoorahoodii weye waa ninkii intaasoo meelood ay uxugu tegi jireen waa ninkii ugu akhlaaq fiicnaa ninkii xulka ahay bulshada lagu xilanayo ee quraashoo dhan ay ku baarisa say ku dhici kartaa marka salkayo sidan isu jecel lahay berintii inay caadiyaan warkaasaa war suurtagal yacni manzilada maanta uu ka joogo iyo caadintaan iskeeni karay markaasaa wuxuu ku yihi qaala wuxuu yihi
لم يأتي لما إيمانه الرجل من قبط ولي في مثل ما جئت به وحال لا إيمان يتوقع لمده ولي من الله إيمان إلا هذا الذي ما في الحجية ولا لحظة ولي عالم هذه التوحى الأطورة هي جينة منك السؤال لي ما تبع ولا لدى قال لهم شلو ولا لا عليه جنس أظن نقول كم تبعك وإن يدركني بولا هدوء سؤال يومك يومك وإن يدركني يومك ما لنك أقال في هدوء سؤال يلو لو عائلنا ينا أو نرنك قادنا أو سرك وكو قادر يقول نفسرا قرقار مؤذرا قول لك شيء قرقار هي القرب التاق حوض بنا يأتي قرب التاق جمعك ثم مركا كذبنا لم ينشط مو سنغان ورقه ورقه مو سنغان انت وفيين ان لا اوصل مو سن كان دغان او مركي وحجر كدي بواجي الذي وفطر الوحي وحي دينا مركا دي واقعي وحي دي مركا معلومه داهي او دي بو دعانا معناه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وحي دي بو ري كو بلو دي ايات دي بو ري كو سو دغ سدا سي اي ترين كو قاضينا سدا سي موقف في خليج أي قادتين السلام سؤالها وإن قادت النبي صلى الله عليه وسلم بجسين تيسا هي نينك أعضب يمكن تيسا وروى الطبري بعد قصة زمك نيو البول لك عليا وقوم كيسا شرف كله مركي مبدأ أوضة خلافة أولي ماذا منبوض ديراء أبو طلق عليها معنا منبوض ديراء أيها النبي مبدأ أدتك كان عيني معنا تاسم وفي معنا وقوة نسلين صالح ليوه أولي سلين مدحني من قوة النبي وحنو غطينا مكاده يعني رئيسنا مكاده هو ما حواح الله فيه معناها شرفت كل الهدي وراجعت كل الهدي وحاديه ويسكيه وحي كاده وحسينه وطنوه ومركب وحوض الله قصنته لكن ما أنت وحوض أصور كما ذاك تلك السقوط في عمد هاي منهول بلعاته وكذا صافي معنا هذا بركته ضد يجلس وطرع أما روحا تنازلي ومبدئي سكتنازلي أما أيها تنازلي لكن أيها المرشدي لك لتغني على الوضني فأوقات لقاعد يقول السلطان لقاعد يقول قويس في أكود أكثر من المسلطة وين فواحا معنا رحول غريب غريب عادة سودين وآخر أفضل وروى الطبري طبريوث ولي وابن هاشم وحي وليا ما يفيد وحتى إلينا وليا أنه لم يخرج إنه بحي من غار حراء جدت حراء إنه كبحي بعدما فوجئ بالوحي مثل الوحي قبل المسلط كذبه وحي قمركم كذب بيهم كذب إنه غار حراء كبحي ومركا وخديجه وسليمان ثم مركا كتب من الرجاء عليه صلى الله عليه وسلم هو اتم وضم السير النبي بجواره درس في بك درس الله قلت لي سيرتان كنت جري قلت النبي حري وانت جبريل ويهي وارجع حي وسوي الدري ما صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله صلى الله عليه روايه كثيره الله ومتدي وضم السير وبعد ذلك مركا كتب مركا من درس وضم السير ورجع على الى مكه ثم قلنا وروايه الطبري روايه الطبري ولنا جنا تلقي ضوء الوحي استمريزا تلقي وحي ليس ضوء الاستيم بيريزا على سبب خروج سبب في وقب حيماسا اي استمريزا معنا وهاك قالوا لأوه لصها رواية الله كذا نحب بسان رواية الله تبري وحي لا ذا سبب كتيرين الذي صلى الله عليه وسلم انه وجود كتبه او كتبه اي يضر استمريزا او كشيء سمعنا طيب قال وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي وحي إيمانيه الشهيد سكدي مركو شيء وحي إنه يمكن ولم يكن معها ننبول من خلق الله خلق إلى حال وكم جهة أبغضة مثل على البنيه علي دشيلة من شاعر مثل قبياء أو مجنون مثل عالم وهو مخلوق إله وحن أبن عبابه مجنون هي شاعر قبياء يوم نتوها كنت وحد هذا لا أطيق من الأولين أن أنظر إلى الفيرية إليه ما لبضه لبضه ذات انتهى بمسكين كريم تأضع بها معنى قال وحد قلت وحد إن الأبعد بل في الوحي إذا كذب وحي كسوة دقيقة يؤسير على الله ما أنت مجنون هي شاعر بالو أرم دورا وحد نعبيد بالو ما تلوشي قلت مكا سأوحا وكل اللفظة إلى كسي قلت إن العبد إن الأبعد كيل الزيدي غير لفوقيه يعني نفسه نفسه ولا شيء زي ولا شيء زي شاعره أو مجنونه ألا لا يوحو يكتير بين هذا هاي نصيب كحماية ما أنت أما شاعره أما مجنون فقط سوى إلا تحدث فيها وحيكوش يكيسا عني أنا قريش أبدا وليه إلا تحدث تأيسا قريش يكيسا بها
junuunka iyo shaacirnimada cami aniga xagga iyo qurayshan qurayshaysan ugu sheegaysanin abada weligeesaysan ugu sheegaysanin ayaa la acmidanna waxaan u qasbi oon aadi ilaa xaaliqin buur dheer mid dheer oo min aljibri buraha buurta ka mid xaaliqa waxaa la yidhahda waa buurka aad u dheer ee haddana weliba aan geedaha lahayn iyo nabaad ujeeda daawanaha ah ayaa xaaliqa la yidhahda marka buur dheer ayaa dusha ka fuli maalu si wuxuu doonayaa uuga baaqsado dacaayadda iyo cayda kusoo wajahmi doontay bulshada kaga imaan doonta ee lagu odhan doono waa shaacir waa majnuun waana labaduu khalqiga adduunka ugu necbaaba maaa si aan uga baaqsado ayaa marka waxaan u qasdi buurtata ugu dheer inaan fulo fala afraxanna waan tuuri buuri wallaahi inaan tuuri nafsii naftaydaan minhaa buurtaa kasoo tuuri fala aqtulannahaa markaasaan dili baba iska takhallusiga maanta adigoo laguu sheegay gabayaa ama waa waalo yahay lagu maxaaba ku laalan adduunka maxaad ka joogtaaba isdil saasaan filayn fala astariixanna waan raaxaysan markaa oo caydan iyo dacaayadanaan ka raaxaysan qaala wuxuu yihi fakharajtu waan baxay uriidu anoo doonaya daalika arrinka buurtii inaan dusha isaan ka fula iska soo rido anoo doonahayaan dixin maxay xataa idaa kuntu markaan aaday fii wasati iljabal buurta kale barhkeeda markaan taagay yaa samictu waxaan maqlay buuri sawtan khayra ayaan maqlay sawt ayaan maqlay dhawaq min asamaai samada xaggeeda xagga samada la layga dhawaaq yaquul wuxuu leeyahay dhawaqan yaa muxammadu maxamedow anta rasuulu llaahi wa ana jibriil rasuulka ilaahay baa tahay anuuna jibriil baa dhahay qaala wuxuu ihi farafactu waan qaaday ra'sii madaxaygaan ila samaai samada u qaaday xagga samadan biriyo madaxaan kor u qaaday maana fa idaa markaaba jibriilun jibriil baa fii suurati rajulin fa idaa markaaba jibriilun baa xaadirun ba jibriilbaa meeshaa jooga ba fii suurati rajulin nin suuradii ah nin sawirkii ah ninkaa kaasoo saafin simay qadamayhi labadiisa gomadood fii ufuqi samaai samada macnaha waxa weye jihadeeda ku simay macnaha waxa weeye nin weyn u egay oo intuu lugaha saa u fidiyey isgarab dhigay jihada samada saa ugu laalaadiyay macna saasuu ku wadiyay oo samadii macnaha waxa weye lugihii intuu fidsaday samada igaga aadan nin noocaasoo kale u egay laakiin nin ka weyn waa wax la yaablo ayib yaquulu wuxuu leeyahay markuu macnaha saa yahay yaa muxammadu maxamedow anta rasuulu llah wa ana jibriil kule rasuul ilahi baa ta ana jibriil baa qaala wuxuu ihi fawaqaftu waan fiiri waan istaagay buu nabigu yihi anduru ilayhi anoo fiirinaya washagalanii dalika arrinkaasina wuxuu iga mashquuliyay cama aradtu waxaan doonahay inaan isu soo tuuraan meesha u imide inaan jibriil fiirfiirsado uma imaanine sheekadii iyo hadalkii la ii bilaabay iyo fiiradii aan fiirinahay wixii waxay i halmaansiisay buurtas waxaan usoo fulay ahaa inaan iska tuuro maa waaba halmaamayba famaa ataqadamu horay uma soconayo wamaa ataakharu gadaalna uma guranay meeshii baan ku qallafay meeshii unbaan istaagay wajacaltu waxaan bilaabay buri asrifu inaan leexiyo wajhii wejigayga inaan leexiyo canhu xaggiisa fii ufuqi samaa'i samada macnaha jihadeeda inaan ku leexiyo xaguu uga muuqday dhankaasuu uga muuqday hortiisa saasuu fiiriyey cabaar markuu fiirinaya baan ka jeesaday buuri dhanka kale haddana fiiriyey isagii baa haddana ka muuqday dhanka kale haddaan fiiriyey mise isagii baa ka muuqday dhulka hawada dambe isagaa lahaystaba saas way macana wajacaltu asrifu inaan leexiyo ayaan bilaabay wajhiga canhu xaggiisa fii ufuqi samaa'i samada macnaha jihadeeda inaan u leexiyo oo falaa anduru aanan arkaynin ma fiirinaya de falaa anduru ma fiirinayo fii naaxiyatin dhinac oo minhaa samada ka mida ilaa haddaan fiiriyo ra'aytu waan arkayaa isagii kadalika sidii oo kale aan ku arkay dadkii aan xagga ku arkay isagoo aubaan arkaa famaa ziltu ma aanan ka guurin buuri waaqifan inaan taagnahay maa ataqadamu amaami wala arjicu waraa'i meeshii unbaan taagnahayo horayna u socon waaya gadaal loo socon waaya meeshii unbaan ku qallifay xataa bacatat ilaa ay soo dirtay khadiijatu waa laga war helay marka si kale loogama warhelin gurigii baa laga waayay oo soo noqon waa oo warkiisa wax sheegaa la waay markaasaa dad la soo diro bale ha la raadiyo xataa bacatat ilaa ay soo dirtay baan sidaa ahaa khadiijatu khadiija ilaa ay soo dirtay rusulaha kuwii iyada xaggeeda ka socday ee macnaha waxa weeyaan ay arrinka usoo dirtay fii dalabi aniga raadinteeda ilaa ay usoo baxeen rag bay u yeedhay waxay tiri bal ninkii waala ahayn raad qaada oo raadiya kuwii oo raadinaya marka soo baxay xataa balaguu ilaa ay gaadheen makata maka ilaa ay ka gaadheen yacni siday usocdeen bay maka tageen wa rajacuu ilayha iyadii bay ku laabteen walxaal ana aniguna waaqifun mid taagan ahay fii maqaami meeshaydii aan taagan
meeshii kama dhaqaaqeen. intay maka tageen oo ka laabteen bay reerku ku laabteen oo khaliifta u tageen. ثم انصرف عني جبريل مركا وإلى الله وانصرفت أن الله سيراجع الحالة أن نقري إلى أهل ذلك إلى أنكم نقري هرغنا مركو إجت تجري أيا ذلك يجب أن نقري يا خديجة حتى أتيت إلى أرويني خديجة خديجة إلى أرويني سارس سعيد عن خديجة أرويني فجلست مركا سام فريسة إلى فكيدها فهدية ذات أيام فريسة مضيفا إليها مثل تيفا حالا يعني موجود إنسان في غفر إنسان أيها أولي بساق وغطي الصديق وتعالى مرتبقا أريد إسمعناها مضيفا تاسو في تصير وحوي مرتبقا بها ميسس كنت تجيه حالانا ما إلا إليها أو حاجة معناها كل إحسان سلاس معنا وحوي مضيفا تلقى وصف معنى إنسان طبتك غفر إنسان والله سنك غفر الصديق فقال ذو حيثي خديجة يا أبا القاسم أين كنت حاجات هايسان حاجاتك حجيت آدي فوالله إلهي بان قطارك لقد بعضت والدرة في طلبك الرادين تالا تضرم باندري حتى بلغوا مكة إلا مكة إنتي كتجن ورجعوا إلي عليه الصلاة والسلام فالباندري وكتلوا الرادين ومنوا البلغات اللي يسوي مكة حتى لتك ولغا سوى طبيع حجيت تسوي ثم حدثتها وحانوشا يجب نبي مجد الذي كيبا نوشا يوركي ما نوشا يرأيك على وحي الله صبيبا الله وحرمي استمضى معناها إيه الجهاد يدقوا تنطبولي مثل نوشا فقال الوحيد أبشر يا ابن عمي إن هذا إرثى يبشر يزبط واثبت سبلو يعني محرمتا كذا سبلو معنى وحوه عرم فوالذي نفس خديجة بيده الله وحن قطار في خديجة نفسه أي عنه تكون شرطين إني أنه لأرجو وحن رشك القبابيت إلى أن تكون هنا أحاته نبي هذه الأمة أمة النبي كذا إلى أن تغنطون ترشك القبابيت مدى النبي قال إنا المقدس ترجعين يا إيه وحلاها عرني سبنو بيت المعنى كل بحاري تاريخ كان فيها ثم قامت ويستك يعني وحويان ومرموك ببنبا أيكو إذي شايو ما لقى هذا يمن يعني سبناجيه يا عقلية يا عقرية يا سيدة أي معنى وحويان النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات وأسينة والله صلينة يعني مروني ما كوي ثم قامت ويستهتي فانطلقت ويستهتي معنى ويستهتي إلى ورقة ورقة أي آذي أضيه أهي وأخبرته وأخبرته وركنا ورشهتي فقال ورقة قدوس قدوس يعني وكلمه ودور يقول الله سبحانه وتعالى أمان قدوس قدوس معناها طهيرنا طهيرنا الله طهيرنا معناها وحوري نزهو والذي نفس ورقة بيده الله ورقة عن نفسيش أي عنده تكتان كبار دين لقد جاءه وحاوله يجود أن ناموس الأكبر في روله وإلى أي أمين الذي مستعص كارها يأتي مثل ما دم موسى نبي الله موسى في روله هو ما يترد أي أمين سلطان وإنه يسول للنبي هذه الأمة أمة النبي يديوه فقول له حسوك الأهلا فليلبس هلقا هجو أرجيك حتى يوم عنصب نادئ الويمان فرجعوا إلا وتخريجة خريجة وإلا وتورقة كمغت وأخبرت النبي وحيو ورمت في قولي ورقك وضيه ورقاها وركيسي إيا هذا الكيسي النبي قوشا في صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركو كتي جواره دايس كيسي ليشو كيوي مركو كتي يهوشو ويني وانصرف أولاك إلى مكة مكة أكلاك يعني إلى ذلك من الهكوين الذي من المبتدي مكة أدماك ومكة أكلاك أي أن لقيه على كل من النبي صلى الله عليه وسلم ورقة على كل من وضيب على كل إلا المركة هوري فرينت خليجة سوكال خليجة مركة سوكال تزيب مركة تأو شيء مركة زنبرة استيقر لفك فيها مكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفك فيه الله من بعد طيب وأخبرته بقول ورقة أيه شيء فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة وقال وجل بعد أن سمع منه خبره وركي في مركو كدقي تكذب وثور ورقة والذي نفسي بيده الله النفطير أي عن كتان قطارتي إنك أدب للنبي هذه الأمة ومدى النبي ليدي ما تهد ورقد جاءك وحان قويمك الناموس الأكبر سير وليه وينابا قويمك الذي نفكاس جاء من موسى مصوري في موسى قويمك أي قويمك تزوي مركا رواية ذاتي ورواية معنى وحوية الأول ليه فوري أي أول ليه في حد هذا كله وحوية المكرمة فيكم بمعنى صوصاري هنا بعيد سهل في أبنى فترة الوحي
يعني انت زيادات توم بمعنى واحد ويا هذا الكشرة مويان وهي أي توا بقصنتها الرواية البخارية نفس الصوم الله يرضى معنا واحد ويتحلى إذا شو مش فترة الوحي وحي الكلام فيه وحي يمر قصاؤه بالوجه النبي صلى الله عليه وسلم ووحي على الله خصي هو رب العلاقة أيضا طور أنا لودي لي فلوس وتشي أي مرة وحي يجي خلاص وعي مدة على جنب قام أو قام يا على جنب حتى لو فلوس ورجع الحبيب مدة مرة وقول بحيث مرة هو رأي لودي يا مرة كم تنتهي الله إيمان دونه مدة أقول بحيث فترة الوحي لي وحي يتكلم فيه يسيء وخلاص وعي أما مدة فترة الوحي فترة الوحي مدة هو وحي وخلاص وعي فروي وحى لو فروى ابن سعد وثوري عن العباس وثوري ما يفيد وحتى إليه يعلمها إنه كان منها أياما مالضة يعني المدد أود حيث مركي وغرائي اللو وحي وليه هي مركة مركي كل إكتئي للغسر الله عزيز المدد أود حيث إمتيع فاروح إليهين صدح طريق فاروح إليهين لوان طرق ينحب روضه فاروح إليهين مالميع رأيه ورأيه وشيط رجل في دور مهار طيب وحو ابن عباس ثوري لي يا ابن سعد ما يفيد وحفا إليه أنها مجدة في كارب إليه أياما مرضى وهذا الذي وهذا مثك الذي مثك وهذا كافي الذي مثك ويترجح حبا بل يتعينوا استقعب يعني وحويان عينوا بيو قصبا استقعب عينوا بيو وحكا لنتو أين البناني معنا يتعين يترجح وكل قدسين يترجح على إذا مر شيء لبوه ولقوله وذلك يتعين لو حلال مركز كيلو جرام كيلو جرام كتبته واحد راح يستوي سنتين يتعين يترجح لو عكفه صيزايو وامركه لو راح يستوي لكن ادق ادق بدن تاعو معنا صافي كرك بل يتعين ويعيروا اذا ارجع يسجي بعد اراده بعد اداره النظر مركي فيرد لو وريجيو كدي في جميع الجوانب دنعيها او طن مركز فيرد لو وريجيو marka aad arinta dhinacyaha tan ka fiiriso fiiradaada aad wareejiso kadib ayaa waxa qasab noqonaysa caynoobaysa in aan nidaahno muddadu maalmay ahayde bilna ma gaarisnay sanad ma gaarisnay wa amma mashtahara ama waxa aan baxay oo min annaha muddada si daamad inay daa'imtiya qiilata 3 sinin tabdah taru inay daa'imtiya aw 2 ونصف ama sanad la wasar iyo bad inay daa'imtiya ولا يصح ما صحي بحال المرضى صحيح له هو معه ضعيف لك وليس مرأها من هذا ركن موضع التفصيل ماشي أنقفها فهي الله معه في رده قولك الردين قولك إلى الردين كتابك اللي قلت لك دينه كتابك مختصر وليه مطول معه حديث الله كي الآن باللون إلى الله من وجوب الورد وشرائي كتابك إلى الله فرك ماشي أنقفها فهي الله معه لأنك لدي مسيح معه وقد بقي هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا قولك 3 أيام لأن أصحاب رجحي كان 2 ونصف جرى وحش رجحي بينها كبار رجحي مرك وصافي معنا أقيسيه من المورجين وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هري في أيام الفترة وباقي هذه وشوقي أيام في أيام الفترة في ماله وحيه كم قراءة ككل الدعاء وشوقي نبي صلى الله عليه وسلم كئيبا حال يهمد والبهاتن محزونا وأمن كئيب وحنا كآبا وحالي ذلك مركب وحال مرتي في وجهه كم مقطع والبارك هي مرتي وجهه كم مقطع وجهه يستدل عليها كآبل إلى المعنى مد مركب والبهار سنو آدو رسموها تعتريه ويوريب السؤال درسو العيرة وريرة هي والدهشة هي معنى وحويان وريرة دهشة اللفظة وريرة لذلك روح مركب معنى وحويان نحيء ونبو وريرة قدر هي دهشة لذلك الدهشة هي العيرة ولا وكي نوجه كثيرين فقد روى البخاري وثوري في كتاب التعبير وثوري من نفسه نفس الوثوري وفتر الوحي وحي جيبا خلق أيه بفترة مجاء يخلق أيه حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبي هو كم مرقين فيما بلغنا وسط المسجد النسوء قاله حزن المرق أي مرقين مرقتاس عدا والله أرضي منه من أجله مروك تعرض ودبي يقول الله أرضي مرارا مرارا بغن كي يتردى كيو إسغص وصورة من رؤوس شواهق الجبال وراها بير بار طول في إسغص وصورة أيه يعني وحو يعني مروك تعرض أيه طور طور دلو الله أرضي تاتل مروك تعرض عادة بمعنى وحو يعني مركز سيد دك دك أبحره سيد دك دك مركز أصدق أيها
macnaha wuxuu leeyahay waxaa lasoo gaadhay markuu waxyigu kala go-ayo nebigu inuu hurday murug gaadhsiisay inuu marmarka qaarkood intuu ordo uu isku dayo inuu buurfuro buurta ugu dhartu fura iska tuuri murug heerkaa gaadhsiisay inuu murgay baa lasoo gaadhay buu leeyay وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كم قلت فيما بلغنا سيدا نسوك عليه حزن المرك مرك تاسو عدا أولا أهاضي أما عدا أولا قردو لذك دقي منه مرك تاحق هذا مرارا مرار بضل أولاك لذك دقي منه مرك تاسو مرارا مرار بضل أولاك لذك دقي صلى الله عليه وسلم كي يتردى سيبو يستقسوا جدا من رؤوس شواهد الجبال بورها دير دير تشوضة سيبو يستقسوا جدا مرك تاسو قطر تبو فاك فكلما أوفى مر الضوء فوره بذروة جبل بورت بار كذا مر فوره كي يلقي نفسه سوء نفسه فقطورا منه بورت وفوره تبدى له جبريل جبريل بقى مرت يسوس أبو كلي جبريل بقى يسوس كلي فقال له القرآن يا محمد محمد إنك عبد رسول الله بات حقا رسولك لا يحقا وضيّل إذا عيار عيار يكفتر أهي بات حمعا فيدخل مدقيا لذلك هذا جبريل درتي جأشه نبقى النفتيس ولا دقيقة جأشه النفط روالنا وحاكم إذا النفط مركز كعبان تقو أرجيك حم عفوين تيكون عبد إضراب وظلم برامبر إنك شو ميلا إبس بناوي جأشه غالي يعني رابط الجأش غالي إنك جيلت جاء رابط الجأش وتليها هو وستقر إلى أي تصل ما فيذكر لذلك أرنك جاتي وحا معناها اللاس حسنيا جأشه نبقى النفتيس على حسنيا وتقر وحال سبلانيس نفسه نفسي سأيات سبلانيس فيرجع مركة صلى الله عليه وسلم يعني أنت دوري ربورت السنس وطرائه ومركة كما قلت فإذا قالت عليه فترة الوحي كلام إثان في الوحي بمركة يكون تيراته مركة يكون تيراته ويكده هذا عبارة كما قلت غداء وكالله يعني مثل ذلك أرن كان صلى الله عليه وسلم سيدا مركة الوقوص وصصبه وإنت بورت بشيء اللي قصه وصصبه لسوحي ليه ورانت بشيء عبار مسلم عبار مرتو هذا الوحي لا توالي أيوه هذا ماشي ولا ما ولي ومن زوري ومن زوري معه هذا هو الله سبحانه وتعالى زوري معه ساس وكونا معه فإذا أوفى يعني فإذا طالت عليه فترة الوحي وحي يتاج سمرك كل كرة تبع غدا وكله يعني مثل ذلك خاص وكله وكله يعني معنا بور طير بور شخص طرع فإذا أوفى فرق فول بذروة ذروة الجبل أي تبدأ له حقوم قرية جبريل جبريل باي سوء وكنين فقال لو مرتب مثقله مثل ذلك هذا في وقت الوكلين فرقه في سوء وانتجان وقلبه يسدقيا يقولين لهم مقيا هاي يصول الله معنا إلا هو يصول الله معنا ومعنى قلبه يسوح في ليه ساطي من السؤال إيوان وقال كان نوان جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية وحي جواك الله باي سوء الله وما الله النبي قال لك مقنا صلوات الله وسلام عليه وحيجي مر لما تسلابت في سنبقى وخصوا الله عطيه أيام بيخنا لقعنا قال ابن حجر وثوي وكان وثوها ذلك أرنكات وحيجي السور نفط كيس وثوها وحكونا ذلك ذلك أن انقطاع الوحي أياما يعني كلبقاء وحي او كلبقاء مالماء كلبقاء وثوها ليذهب مستكتية أيوها ما كان وحي أها صلى عليه وسلم وثو نبقاءها وجده مذهلي ومن الروحي أرججحها يعني وحي يجيره كالبوائي وحال الله وصل قلي إنه ماشى كساره ومتدى وحي يجيره حلوه والنبي قال الله مقرأ أرجيك جسي قلبا لنكبر هو الله قال صدى معنا وحي يجيره أرميه صلى الله عليه وسلم أرجيك في سوء أرجيك أحتقه أن أحسن هدره دي دوش اللي يجيره أنا وحي يجيره سيدي لسوني مركة لما قاري وإن مركة الله قال الله عادي كتب الله صوت تسوري وليحصل أن يسوء محصله له الذي التشوف هنقريين إياها القلتاك إلى العود المقصة هنقريين إياه معاكي التي يوحي يلقصه ذاكي مرلا ما دينه نصيح عليه استقوها القلتاك إنه وصل الله هذا اللي قمنا إذا الوحي وحالي إلا هزوك الدائم حتى برواطنه وربما هذيك الدائم ولقى أولا برواطنه بحكم برواطنه أمرك تنبيت البلايين سبتك مرمر بقى عنها فرح على الله قاعد شوطه يرام رفاضه أبنى على وحوه إن نعمل هطو واحد هاي بالكرة مركا بدم بقى قصوا الله ونش إيساو حبوه قصوا الله ونش إيه تشعال فيه ركوه فإذا الله بعد نقاطبه معنا إن معنى وحوه إيساو أوهن قلب تاقيه تشعال إيساو يو إله مرلا ولياكو قصوا الله بطلع إن مركا الله قصوا الله بمكا دل معنا فلما تقلصت مركا يسيرين تيقوا يقرور سنتي دلال الحيرتي ورير
xabkeedii markuu gaabtay oo uu uursaday macna yani soo laguma soo sheegay inuu wareeray oo yani waxay lagu soo dejiyey oo wuxuu la kulmay ay wareeraysay wareerkii markuu yaraaday oo dib u gurtay dib u gurtay taqallusa waxa layihahda shaygoo dib u laabmay dib u gurta macna falamaa taqallasat markay macnaha waxa weye ay fayidantay bilaalu xiirati wareerka hartiisii wareerkii haya hartiisii markuu dib u gurtay oo u baaba'ay oo ka tirmay oo wasabatat ay sugnaatay aclaamu lxaqiiqati xaqiiqada astaamaheediina ay sugnaatay iyo tilmaameedi oo wa carafa sal lla alay slam nabigu u gartay macrifata alyaqiini garasho oo dhabca markuu gartay annahu isagu adxaa inuu ahaaday nabiyan lilah alle inuu nebi u noqdayna uu gartay allihii alkabiiri ee weynaa almutacaali ee sarreeyey inuu nebi u noqday markuu si hubaala u ogaaday wa anna maa jaa'ahu waxa u yimidna safiru lwaxyi waxyiga kii xambaarsanaa iyo ergadii waxyiga inay tahay sidaa markuu u gartay yanqulu kaasoo usoo guurinaya ilayhi xaggiisa khabara samaa samada warkeeda usoo guurinay oo wasaara uu ahaaday nebiga tashawufuhu hanqaltaagiisa iyo wartiqaagu sugitaankiisa limajii waxyi waxyiga imaanshihiisa uu sugayahay markay noqotay sababan sabab markay u noqotay fii sabaati sugnaanshihiisa iyo waxtimaalihi adkaysigiisa cindamaa yacuudu markuu waxyiga kusoo laabto inuu adkaysto markay sabab u noqotay ayaa jaa'ahu jibriilu limarati thaani saas maa taa jawaabkeedu waxa weye falamaa taqallasata hore lamaadaa hore jawaabteedu waxa weye jaa'ahu jibriilu lilmarati thaani wey maana markay intaasi dhacday markii cabsidii ka baxday oo ay sugnaatay xaqiiqada astaamaheedii oo dhan ay sugnaatay oo uu hubsaday inuu nebi ilaahay noqday kan u yimidna inuu safiir ilaahay soo dirsaday oo samada khabarkeedii xambaarsan uu ahaa markuu hubsaday muddana laga maqnaa oo korashadii sugitaanka waxyiga uu sugayay iyo hanqaltaagu hanqal taagahayay waxyiga imaanshihiisa sugitaanku sugayayna ay sabab u noqotay inuu sugnaado oo uu dulqaato adkaysto uu bislaado macna sabab markay u noqotay intaaba markii la helay ayaa jaa-ahu waxaa u yimid jibriilu jibriil baa u yimid lilmarati thaaniyati markii labaad buu u yimid rawa albukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey can jaabir bni cabdillahi wuxuu ka wariyey annahu jaabir samica inuu maqlay rasuul llahi sal lay sl nabiga inuu maqlay oo yuxadisu sheekeynaya can fatrati lwaxyi waxyiga kala gu-i uu ka kalo ga-ay nebigu ka sheekeynaya ayuu maqlay buu jaabir ka wariyay nabiga sal lay slam qaala wuxuu yihi jaabir qaala wuxuu yihi nebigu nebigu sal lay slam wuxuu yihi fabaynaa waqti ana anigu amshii aan socdo ayaa samictu waxaan maqlay sawtan dhawaq ayaan maqlay min asamaai samadaan ka maqlay wa rafactu markaasaan kor waxaan u qaaday basarii araggayga ayaan qibala samaai samada xaggeeda u taagay kor baan kegi faidaa markaaba almalaku ayaa alladii malagaasoo jaa-anii iyimid bixiraa igu yimid malagii igu yimid godka oo maalintii ibuquujiyey xamaga iqabtay kiibaaba meeshan fadhiyaba ayib jaa-anii bixiraa malagii igu yimid qaacidun oo fadh faidaa malaku alladii jaa-anii bixiraa ayaa qaacidun mid fadhi ah calaa kursiyin kursigu ku fadhiyaa bayna samaai wal ard samadiyo dhulka dhexdooda ayuuba kursigu ku fadhiyaa waana ninkii maalintii hore ibuquujiyey fajasastu waan dhacay minhu xaggiis jasaska waxaa la yihahda shayga marka salka loo guuriyo xididada marka loo siiyo macnaha lugihii baa ii fuqay wey lugihii baa ii fuqay jasasa saasaa la yihahda si aayad qur-aanka ahayd istusat min fawqi alardi maa lahaa min qaraab istisaasku marka waxa weeyaan shayga oo xididada hoose loo siiyo waxu hara isoo jibi dunta loo bia fajasastu minhu yacni lugahaygii baa dhulka ka qaadmin xataa hawaytu ilaan hoostay ila lardi dhulka aan u hoostay ilaa aan dhulka ku dhacay fajitu waan imid ahlii reertaygii baan u imid faqultu markaa waxaa imid malagiibu ka cararay zamiluunii zamiluunii idada idada baa imid waa mar labaad idada idada fazamaluunii way idadeen faanzala allahu tacaala ilahay baa wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almuddasiru qum faanbir rabbaka fakabbir wa siyaabaka fatahir walrujsa fahjur saas intaasasoo uma markaa kadib buu xamiya alwaxyi waxyigii marka waa kululaaday oo waa tasaabac waa israacraacay markaa kadib si kulayl ku jiro si diiran si diiran buu waxyigii usoo degayo isdaba joogto oo mar dambe makala du-in markaa laga bilaabo markaa isagee macnaha waxa weeyaan nabiga sal lla alay slam uu waxyigu ka maqnaa waa marka ay leeyihiin
marka ay leeyihiin suuratu suxa abulahab xaasisiya islaantii odhan jirtay maxamed ilaahiisii uu gooyey murug fara badan marka dareemay nabi sal ly slam markaasaa waxaa ka mid ah aayaadku usoo dejiyey wadduxa walleyli ida saja maa wadacaka rabbuka wama qala ilaahiisiiba shaydaankiisiiba u cadoodayo uu nacay bay tii saasay dacay noocaa sidaa markaasaa waxaa la yidhi ilaahay kaamana tegin uumana cadoonin lagumana nicin saasaa lagu yii aayaadkaasaa markaa soo tegi doona maana